Ouarzazate هو c'est un jeune garçon, l'histoire d'un jeune garçon qui adore la musique et qui devient un expert en saxophone. Son papa était un grand musicien. Ouarzazate déjà من كان في كرشمو يسمع لا ميوزيك وهابل على لا ميوزيك ديجا من كان غير صغير. Donc عنده واحد التالون un grand talent هادي عقلو عليه. Abdel Sax, ou Andou Kimakoukoum, une histoire exceptionnelle, où c'est un honneur pour moi, un grand honneur, de raconter son histoire à travers le cinéma. Donc, Radi, elle m'a dit, je suis un saxophone, ça va être une première pour moi, et, mais je sais que j'ai un grand professeur à côté de moi, et comme j'adore la musique, Inch'Allah, ça se passera bien. Ahoual Akh Abdel, ou Yahkilkoum Chouya, هذا الشيء اللي بغينا نديروه انصوم هو عبدال. شكرا شكرا اخ سي قيسي، شكرا اخ سي العلوي محمد، علاش ليا شرف باش نحضر بين هاد الهرمين. تبارك الله الشاب الصاعد والشاب اللي يعني قدم شي حاجه كبيره في واحد المهرجان ديال تبادل الثقافات اللي هو رئيس المهرجان واللي هو عرفني بالهرم، يعني الهرم في الفن التمثيل يعني في العالمي، وليا شرف باش نتلاقى به في يعني في هذه الايام في التظاهرات. شكرا بزاف خاطر هو السبب تلاقينا، هو السبب. دونك هذا الشيء اللي عجبني بزاف عنده، كيلقي الناس لي زارتيست من عالم كامل، وتبارك الله عليه كيدي اجر كبير، وان شاء الله يكون معنا في الانتاج تاع هذا الفيلم. واوسي ممثل واعر عنده بليزيور تالون ويكون في الفيلم معنا ان شاء الله. عقله هادي سي اون بروميس، غير نتمناو ان شاء الله حنا دابا نوجدوا لو بودجي باسكو سا سي سي لو بلو ديفيسيل، مي اون اي تري تري كونفيون اي توت ايرا تري بيان ان شاء الله. ونتمناو الشعب المغربي نحمروا وجههم. وهو عبد الرانيه شدت الميكرو دابا بزاف. عندي واحد المشروع اللي هو احواش الجاز، سميتو احواش الجاز، يعني واحد الايقاع اللي هو المنطقه ديالي اللي كان هو ايقاع شعبي، بغيت نحولوا للعالميه ان شاء الله. ولكن هو العمود الفقري ديال هذا المشروع اللي بيني وبين قيسي هو الساكسفون، هذا الاله ديالي اللي بغيت نوصل بها المشروع ديالي. والحمد لله وصلت صدرت الالبوم ديالي في 2017، صدرت الكليب ديال احواش الجاز في 2018. دابا الحمد لله في مرحله اللي هي مرحله كبيره اللي السي قيسي والفنان الكبير غيمثل يعني عشد البطوله ديال هذا الفيلم هذا اللي غيمثل القصه ديالي، يعني من ادولف ساكس لادولف لابديل ساكس، يعني غيشد واحد احكي لهم كل شيء، خليهم يشوفوا الفيلم. دابا غادي يعطي لكم واحد المورسو تاع الجاز، بغيتوا؟ ايوا بسم الله، نعطي لهم واحد المورسو، ان بتي مورسو. ها هو، علي اسمح لي ساكسوفون. دابا هذا الفيلم ان شاء الله غادي نبداو دابا، رحنا غير في هذا الفيستيفال. علاش هذا الفيستيفال؟ والاخ محمد علوي ناس مهمين، خاطر هكذاك اللي يبداو الافكار. دونك دابا تلاقيت انا عمره ما سمعت به صراحه المره الاولى، وهذا السيد راه خاصنا كل شيء يعرفوه خاطر عنده ما يقول. دونك جلسنا انصوم، سي ان ارتيست، جو سويز ان ارتيست، وجبنا ديفيرون افكار، وفوالا انا عجبتني القصه ديالو، الحياه ديالو، و اونكور اون فوا سي ان اونور باش ندير القصه ديالو. مي لي فيلم اللي كملتو، راني درت واحد الفيلم دابا، راني جيت غير كي جيت من بروكسل لوس انجلوس هوليوود، درت واحد الفيلم مع اريك روبرت، هذاك لو فرير دو جوليا روبرت، كان دار روناوي ترين افيك جون فويت. دونك شرف ليا درت فيلم معاه، الله يعمرها دار. وواحد لي زوت اكتور كوم بوب وا اللي لعب مع بروسلي، عاد عاود ان اونور، عاود كاتريونا كي افي انورميمون دو فيلم، عندها قريب 70 عام ولعبت الادوار مهمين في افلام امريكانيين، و ان نوفو فوني ان فرونسي شامبيون دوروب دو كاراتي، ان غران كاريزم، الان دولابي، عقلوا عليه الان دولابي.
بزاف يقولوا لو نيكست فان دام هو هو عنده الرول برينسيبال. لو فيلم سابيل اناتومي اوف ان انتي هيرو وخويا عبد الكريم في الفيلم من فول كونتاكت هذه 30 عام اللي لعبنا اونصومبل في فول كونتاكت لعب الدور تاع اتيلا وانا مصطفى مع فان دام.